كل مليكي سايغنا لحسين هلا بكل مليكي. الرحمن الرحيم، نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام بمصابنا الجلل وهو استشهاد إمامنا الحسين أبا الأحرار. محافظ ذيقار، أخدم هنا الأب عبد الله. من محافظة البصرة، موكب أنصار الإمام الحجة بن الحسن عليه السلام. احنا خدمتنا تقريبا بالثمانينات اللي نام موجودين، صار لنا 35 سنة. الطاغية يبدون بدورتنا، احنا نرجع لورا، نرجع بدنا خمس. من 2007 نخدم. من 2012. والله لله الحمد، هاي ثامن سنة الحمد لله. وشكرا. ما يختلف أي زائر، أي زائر هو جاي منا، لا عراقي لا هندي لا باكستاني لا أجنبي لا إيراني، لا يعني من أي دولة من أي جهة، هو جاي عن طريق الحسين، احنا خدام له. خدمة الإمام الحسين شرف لنا. والله نخدم زوار بعبد الله من أي دولة من أي بلد من أي مكان، الخدمة ما عندنا واحد عن واحد، كلها بخدمتهم. والله هاي الشغلة أنا تدري أنخى الإمام الحسين 3 سنوات متتالية أن أكون خادم لتراب زوار الإمام. لا بالعكس، أنا الأجنبي يعني أقدر الحقيقة، يعني الأجنبي أقول هذا أجنبي جالي يعني البلد، لازم يعني أقوم له بالخدمة، يعني الخدمة الجيدة، يعني المكان المريح أريحة. ما يختلف شيء الحمد لله والشكر، كلهم هنا خدام الإمام الحسين، عندهم الزوار كلهم سواسية في طريق أبي الأحرار، كلها سواسية. والله أمنيتي يعني يعني حتى لو أقبل رجليهم، لو أقبل رجليهم يعني مهما أتحمل أنا، يعني شنو أتحمل، أقبل الزائر وأخدمه. أنا أمنيتي للموت أخدم زوار الحسين. وهاي المسألة راد لها توفيق، ونحمد الله ونشكره أن الله وفقنا بهاي الخدمة. ندرنا عمارنا بس نخدم الزوار، ندرنا عمارنا بس نخدم